مد تروح لمين؟ أروح لمين؟ إذا كان صاحب الدار وابن النادي راح للجزيرة، فمن الأولى أني أروح معه. طبعاً يا أبو يرفع معنويات فريقك يا أبو عوف. أنا أتكلم بالواقع والمنطق يا أحمد. طيب. الواقع والمنطق عندما يكون على الورق المباراة، لكن قبل المباراة لابد أن تحفز فريقك عند تسلم بهذا. يعني إذا أنا قلت النصر بيفوز، النصر بيفوز. فريق عريق. عيال أنت تقول الأهلي بيفوز عشان يفوز عن النصر ويطلع يفوز من هذا المركز. أنا أقول لك الأهلي سيفوز على الاتحاد إن شاء الله المباراة القادمة. طيب. عشان إبليس لا تستسلم يا أخي، النصر يظل فريق عريق. أقول لك عشان إبليس في الجنة. لا هذه كرة قدم ما لها علاقة بالإبليس. طيب اختتمت الجمعة من